صباح الخير. يوم جديد بإحسان جديد ومراحم جديدة من عند الرب. كل سنة وكل أم طيبة. النهاردة يوم رائع لأجل كل زوجة وكل امرأة وكل تيتا وكل ابنة وأخت طيبة في اسم الرب يسوع. خلينا أقرأ معاكم مزمور 128، وتعالوا، دي واحدة من الترانيم اللي كان شعب الرب بيرنمها وهو صاعد إلى بيت الرب. مزمور 128 بيقول كده في المزمور ده، كاتب المزمور: طوبى للجميع، لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك، طباك وخير لك. ورح قال له كده في عدد 3: امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك، هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك. سلام على إسرائيل. هنا بيقول ده مزمور البيت. مزمور اللي قبله يقول: إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. لكن يجي في 128 يطلق على الأم أو الزوجة التعبير الرائع ده: كرمة مثمرة. أنا بصلي لأجل كل واحدة النهاردة ولأجل كل حد موجود. الراجل يقول يتقي الرب ويسلك في طرقه، وبالتالي الزوجة تكون كرمة مثمرة في جوانب بيتك. أصلي الأيام اللي جاية أن تكون بيوتنا بحسب قلب الرب، ويكون الرب بيعمل اللي على قلبه في بيوتنا. قبل ما نبدأ عبادة وتسبيح من فضلكم، تعالوا نغمض عينينا كلنا، تعالوا ندخل لمحضر ربنا. احنا بنقول له شكرا ليك، شكرا لأجل رحلة العمر اللي بتشهد عن أمانتك، شكرا لأجل يدك القديرة اللي اجتازت بينا كتير من المصاعب والضيقات، ورفعتنا، حملتنا، احتملتنا، مشيت بينا. كم حد عنده شكر فايض في هذا الصباح للرب؟ كم حد عايز يقول للرب: جايين نسجد أمامك، نقول لك شكرا ليك، شكرا ليك، بنباركك، بنعليك. ياللي مشيت بأمانة معانا طول الرحلة، ياللي مشيت معانا بأمانة شديدة ومسكت بأيدينا وعبرت بينا كل الصعوبات، احنا جايين عند رجليك النهاردة. يلا احبائي، واحنا بنجهز كده لوقت العبادة والتسبيح، تعالوا نقول للرب: احنا ممتنين ليك يا رب، ممتنين ليك، ممتنين ليك على ما صنعته في حياتنا، ممتنين ليك لأجل أمانتك، لأجل صلاحك، لأجل حكمتك، لأجل قدرتك الإلهية اللي بتعمل في حياتنا. ارفع قلبك وارفع قلبك في هذا الصباح وقول للرب: أنا عايز أشوفك النهاردة. يلا، مين نفسه يشوفه؟ مين نفسه يلمس حضوره ويلمس مجده؟ مين يقول للرب النهاردة: افتح قلبي وافتح عيني يا رب، افتح قلبي وعيني. لو جاي تعبان وتعبانة قول له: رب حط ايدك عليا. لو جاي حاسس بتقل كده النهاردة قول له: ربنا اقترب الى نفسي وفكها. عايز اتفك في محضرك يا رب في هذا الصباح. انا اصلي في اسم الرب يسوع يوم مليان بحضورك، يوم لاعلان قوة الروح القدس في وسطنا، يوم النهاردة تصنع ما في قلبك اتجاه كل قلب واتجاه كل حد فينا يا رب. يلا احبائي، واحنا بنبدأ عبادة مع اخويا رومون والمسبحين والعازفين، تعال نقول للرب: احنا نفسنا النهاردة عينينا تتفتح على شخص المسيح العظيم اللي موجود وسطينا. لو انت مصدق انه موجود وانت مصدقة، اعبد بفرح النهاردة لانه الملك في وسطنا. يلا احبائي، ندخل نعبده وننسكب عند قدميه. هللويا 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 هللويا. هللويا.
وعمق رحمتك آتي لمحبتك وارتمي علي اروي ضعف قلبي وشوقي وحبي فرحتي يا ربي وحاجتي إليك. يلا نقول مع بعض بفضل نعمتك بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي لمحبتك مش ثابت وتعبان لكن انت تبقى صخرتي يا سيدي. ارفع ايدك معايا بايمان وقول له انت حصني انت حمايتي انت فرحتي انت قوتي انت نبع سروري انت نبع حياتي. امسك فيه بايمان النهارده كده وقول له يا رب يا رب يا رب اربطني بيك اربطني بيك اربطني بيك
واربطني بيك في الاجتماع ده، واربطني بيك في الوقت ده. ما تجعلنيش يا رب أترك ينبوع المياه الحية يا سيد الرب. اربطني بيك، اربطني بيك، اربطني بيك، أنت صخرتي وحصني وقوتي. يلا قولها تاني، قولها تاني من قلبك وانت بتقول الكلام ده، وانت بتقول الكلام ده. إلهي صخرتي حصني وقوتي وكل بهجتي بقربك
Lord,
والعبادة والسجود. قولها تاني. قول كل روح ضد المسيح، كل روح حزن، كل روح كآبة، كل روح نجاسة، كل روح ضدك يا سيد الرب، كل روح ارفع ايدك معايا وقول بإيمان. إذا كنت مصدق في اسم الرب يسوع اللي تتهزله السماوات والأرض، ارفع ايدك معايا وقول له كل روح ضد المسيح في حياتي، كل روح ضد المسيح في بيتي، كل روح ضد المسيح في أفكاري وفي مشاعري، ينطرد باسم ربنا يسوع المسيح. كل روح ضد المسيح ينهزم بدم الذبيح، كل روح ينهزم بدم الذبيح، والشيطان ملوش مكان لما روحك راح. يلا قول بإيمان، الشيطان ملوش مكان لما روحك راح يسود. اسمك ارفع ايدك وانت واقف معايا، وانت واقف كملوا واقفين واحنا بنسبح الرب. حد تعبان احنا بنسبح الهنا، خليك واقف وارفع ايدك معايا وقوله مستحق انك تاخد المجد والكرامة. يمكن مش مدهولك في حياتي، يمكن مش مدهولك في سلوكي، لكن الوقت ده يا رب انا برفع ايدي وقولك انت تستاهل المجد، تستحق المجد والكرامة والعزة والثبوت، مهما كان جليات اللي بيعايرك يوم بعد يوم، مهما كان التحدي الواقف قدامك وعمال يقول لك فين إلهك. استخبى في اسم يسوع المسيح، اسمه فوق كل اسم، هو فوق كل قوة ورياسة وسلطان وكل اسم يسمى.
اسمه يسوع لأنه يخلص الشعب من خطاياهم، اسمه عمانوئيل الله معنا، الله معنا، مستحق أن تأخذ المجد والكرامة يا سيد رب، مبارك اسمك. لما انفتحت جوة قلبي عيون النور، ملا عيني جماله وبهاءه اللي كان مصدور. لما انفتحت جوة قلبي عيون النور، ملا عيني جماله وبهاءه اللي كان مصدور. مفيش في غنى، اعلن معايا قول يا يسوع انت الطريق والحق والحياة، والخبز النازل من السماء ومفيش في
في غنى، وانت اللي اتيت وكمان اتي رب الارباب، وجلست وهتجلسنا في مجد ما فيش في بدا. المجد والغنى والعظمة حول الكرسي وتجمع عظمة عند قدامي، والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس. الحبل الراعي لنا أشنى على كف إيديه. احني راسك قدامه، احني راسك قدامه، قول قدوس 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 سيدنا رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. قل له تعالى بمجدك على حياتنا النهاردة، تعالى بمجدك على قلوبنا وأفكارنا، تعالى امتلكنا بالكامل. احنا أمامك، احنا في حضورك، احنا محنيين الرأس أمامك، نمجدك ونعظمك ونملكك على الحياة بالكامل. تعالى بقوة كلمتك يا سيد رب الشافية المحية المغيرة، غير حياتنا واشفي نفوسنا وابنينا، قدسنا ونقينا. اشكرك لانك حاضر هنا، اشكرك لانك موجود في الوقت ده، اشكرك لان روحك القدوس يرف على قلوبنا وعلى افكارنا. يا سيد رب انطق علينا بالحياه، انطق علينا بالنور، انطق علينا بالفكاك، انطق علينا بالفرح والتغيير في اسم ربنا يسوع المسيح. ليك المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. لسه معانا وقت، طيب كويس. وإحنا بنسبح الرب وفي بداية الاجتماع، كل واحد كنت حاسس كده إن في ناس كتيرة وشها حزين وشها كئيب تعبانة. أعتقد كلنا بنمر بظروف صعبة، منبر المقعد واللي بيتفرجوا علينا كل صح. بس شوف لما تلامس مع حضوره واللي بيحصل، حد حاجه فيه اتغيرت؟ حد في ظروف اتغيرت؟ مفيش حاجه اتغيرت. بس هو لما يلمس قلبك انت مش عايز حاجه خلاص. سفر حبقوق صح 3 عدد 17، الكلمات اللي احنا حافظينها، فمع انه لا يزهر تين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون، والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرا في المزاود. قول معايا بقى كده، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. قوتي وفرحي مش في الظروف، قوتي وفرحي في أن أتلمس معاه. أبقى في أتون بس هو يبقى فيه، يزيد الأتون بس أنت تبقى فيه، أبقى في جب أسود بس أنت معايا، أنا خلاص مش محتاج حاجة. استخبى في اسم إلهك، استخبى في اسم إلهك. مبارك هم الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، إن فلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن إن فلتنا. عوننا بإيه؟ باسم الرب صانع السماوات والأرض. مبارك اسمك يا رب. يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوبة لا تخافين، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوب لا تخافين، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. أبطل عز الموت كي ترفع راسك يا مسكين،
الساحه الجايه. يلا قول معايا ارضنا في اواخر الايام والعلامات بتخبر قبل الكلام والمكتوب نوره يكشف الظلام والمسيح السحاب. يلا قول بإيمان والدموع هو بإيده هيمسحها والأجساد سماوية نلبسها والأكاليل قدام عرشه هنطرحها والمسيح عالساحة. يلا من غير مزيكا ونعيش له وقلوبنا في السماء كل يوم أمين لماجي ويقربنا والغربة في السماء بتشوقنا والمسيح هو قولها تاني تاني ونعيش له ونعيش له واخده وقلوبنا في السماء كل يوم لماجي ويقربنا والغربة للسماء بتشوهنا والمسيح رب لأجل وقت العبادة ووقت التسبيح وحضور الله في وسطينا. رائع جدا نعيش له هنا على الأرض بس قلوبنا تكون متعلقة بالسماء. بولس الرسول يقول كده فإن سيرتنا هي في السماويات التي منها ننتظر مخلصا. سيرتنا معناها جنسيتنا. احنا جنسيتنا سماويين مش من الأرض. فحتى إن كنا عايشين في الأرض لكن في يوم من الأيام هنروح لوطننا. ولأنه احنا غرب والأرض دي احنا معدين فيها كده عارفين. إبراهيم كان عايش حياة الغريب. فهو صار رغم أنه كان غني جدا جدا وكان عنده خدم. يعني تخيلوا من الخدام اللي عنده 318 شاب غير الكبار والصغيرين غير السيدات. واحد قال من المفسرين بولس كان عنده أكتر من 1000 خادم وعنده ممتلكات رهيبة بس مرضيش يبني بيت. هو عايش في خيمة. إبراهيم عايش في خيمة هو وسارة وإسحاق بعديه برضه في خيمة عايش مش عايز يبني بيت. ليه إبراهيم مش عايز يبني بيت؟ قال في الحقيقة شعوري بإني غريب مخليني مش متعلق بالأرض. حتى لما صار مراته ماتت راح اشترى لها قبر بمواصفات معينة. مقبرة اسمها مقبرة المكفيلة. المكفيلة عبارة عن قبر يدخلوا يدفنوا من باب ويطلعوا من الباب التاني. حتى وإحنا في الفترة دي معديين دي فترة مش مطولة. وكل أحبائنا اللي سبقونا وراحوا للسماء دول ما فقدناهمش. ممكن نفتقدهم وجودهم معانا هنا لكن احنا ما فقدناهمش. هيجي يوم وهنتقابل معاهم. اللي ليه زوجة ليه أم ليه أخت ليه أب وصل وسبقه ده ما فقدناهوش لكن ده ما زال موجود وهنتقابل معاه قريب. عندنا اليقين ده. عشان كده النهاردة والعالم كله بيحتفل
حقيقة عمل يوم للأم اللي باذلة مضحية، ودايما الرب كان ياخد الصفة دي في الوفاء والحب والبذل، يقول لك كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. في الحقيقة النهاردة أنا ما نفسيش أتكلم بس عن الأم، لكن نفسي أتكلم عن في سلسلة النضوج، عن هو المفروض أنا ما كانش عليه الخدمة، لكن في ظروف حصلت عند المحبوب اللي هياخد الخدمة، فبنعمة الرب تتعوض الأسبوع اللي جاي. بس النهاردة ربنا ملاني قوي أتكلم عن المرأة الناضجة. يعني امرأة، يعني أم، يعني زوجة، يعني ابنة، يعني أخت، يعني زوج بيحب الرب من كل قلبه. هقرأ معاكم جزء وتعالوا نشوف اللي على قلب ربنا. تعالوا نقف وإحنا بنقرأ كلمة الرب في سفر الملوك الثاني صحاح 4 وعدد 8، من عدد 8. ملوك الثاني صحاح 4 وعدد 8، تعالوا أقرأ معاكم. يقول لنا في الجزء ده عن الامرأة العظيمة، من هي المرأة العظيمة؟ يقول في ذات يوم عبر أليشع إلى شونم. شونم دي حتة زي الشربية كده. يقول وكانت هناك امرأة عظيمة، ودي يمكن من شخصيات قليلة جدا اطلق عليها اللقب ده، ويمكن الوحيدة في العهد القديم اللي اطلق عليها انها امرأة عظيمة، فامسكته ليأكل خبزا. وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية والضجعة فيها، فقال لجيحز غلامه ادعوا هذه الشنمية، فدعاها فوقفت أمامه، فقال له قل لها وذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج، فماذا يصنع لك؟ هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش؟ فقالت إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. ثم قال فماذا يصنع لها؟ فقال جيحز إنه ليس لها ابن ورجلها قد شيخ. فقال ادعوها، فدعاها فوقفت في الباب، فقال في هذا المعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا؟ فقالت لا يا سيد رجل الله، لا تكذب على جاريتك. فحبلت المرأة ولدت ابنا في ذلك المعاد نحو زمان الحياة كما قال لها إليشع. وكبر الولد، وفي ذات يوم خرج إلى أبيه إلى الحصادين وقال لأبيه رأسي رأسي. فقال للغلام احمله إلى أمه، فحمله وأتى به إلى أمه، فجلس على ركبتيها إلى الظهر ومات. فصعدت وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت، ونادت رجلها وقالت ارسل لي واحدا من الغلمان وإحدى الأوتن فأجري إلى رجل الله وأرجع. فقال لها لماذا تذهبين إليه اليوم؟ لا رأس شهر ولا سبت. فقالت سلام، وشدد على الأتان وقالت لغلامها سق وسر ولا تتعوق لأجل في الرقوب إن لم أقل لك. وانطلقت حتى جاءت إلى رجل الله إلى جبل الكرمل، فلما رآها رجل الله من بعيد قال لجيحز غلامه وذا تلك الشنامية أرقض الآن للقائها وقل لها أسلام لك، أسلام لزوجك، أسلام للولد. فقالت سلام. ولما جاءت إلى رجل الله إلى الجبل أمسكت رجليه، فتقدم جيحز ليدفعها، فقال رجل الله دعها لأن نفسها مر فيها والرب كتم الأمر عني ولم يخبرني. فقالت هل طلبت ابنا من سيدي؟ ألم أقل لا تخدعني؟ فقال لجيحز أشدد حقويك وخذ عكاز بيدك وانطلق، إذا صدفك أحد فلا تباركه، وإن باركك أحد فلا تجيبه، وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت أم الصبي حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. فقام وتبعها وجاز جيحز قدامهما ووضع العكاز على وجه الصبي، فلم يكن صوت ولا مصغ، فرجع للقاء وأخبره قائلا لم ينتبه الصبي. ودخل إليشع البيت وإذ بالصبي ميت ومضجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب، ثم صعد واضجع فوق الصبي وضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه، فسخن جسم الولد.
ثم دعا ثم عاد وتمشى في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك، وصعد وتمدد عليه، فعطس الصبي سبع مرات، ثم فتح الصبي عينيه. فدعا جحزي وقال أدعو هذه الشنمية، فدعاها ولما دخلت قال احملي ابنك، فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض، ثم حملت ابنها وخرجت. آمين آمين. تفضلوا. هي عندما خلق الله المرأة لم يخلقها أقل من الرجل، ولم يخلقها نص، ولم يخلقها ناقصة، لكن خلقها مساوية له في الخلق. ده إيماننا المسيح بحسب كلمة الله، ومساوية له في الفداء، مات لأجلها زي ما مات للراجل بالضبط، ومساوية له في المراس الأبدي. فالمرأة مساوية للرجل، لكن كمان عندما خلقها الله خلقها لتكون داعمة وسندة له. قال الرب الإله في تكوين 2:18، قال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. يعني معين؟ معين متاخدة من اللغة، في وقتها كان يزرعوا العنب كتير، فالعنب من النباتات الأشجار اللي تنبطح الأرض، فعشان العنبة تبقى طالعة لفوق ويشدوها البيت كان يجيبوا عصاية كبيرة ويروح حاطينها جنبها وتتربط فيها، فكانوا دي بيسموها مسند أو دعامة. فربنا لما عمل المرأة عملها تقف تسند الراجل، مش هو ظل راجل ولا ظل حيطة، دي تعبيرات الناس، لكن كلمة الله تقول كده، انه ربنا لما خلق المرأة خلقها لأجل الرجل لتدعمه وتسنده وتقويه. حقيقة المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي الابنة وهي الأخت وهي الحقيقة العطاء الكامل في الوجود. النهاردة بما انه العالم بيحتفل، بس بيحتفل بطريقته انه ممكن واحد يعبر عن يعني واجب فيجيب هدية ايا كانت غالية او رخيصة، بس احنا النهاردة نفسي كمان بعد الخدمة دي نصلي لاجل كل ام شايلة حمل، لاجل كل زوجة، لاجل كل تيتا، لاجل كل جد، لاجل كل حد ربنا حط عليه مسؤولية. في الحقيقة الجزء ده من الاجزاء الغالية على قلبي جدا، ورغم انه دعاها امرأة عظيمة، بس كان في الحقيقة في سؤال جوايا من سنين، ليه ما ذكرش اسمها؟ ليه ما قالش كان في واحدة اسمها فلانة الفلانية؟ حط لينا اسماء كتير، حط لينا مثلا حنة ام صموئيل، وحط لينا ابي جايل، حط لينا يكابد، وحط لينا سارة ورفقة ورحيل، وحط لينا العذراء القديسة المطوبة مريم، وحط افنيكي اللي هي ام تيمساوس، ليه ما حطش اسم الست دي؟ عارفين لو حط وقال كان في واحدة امرأة عظيمة اسمها فلانة الفلانية كان يبقى اختبار مقصور على هذه المرأة فقط، بس الرب سماها عظيمة وسابها مفتوحة لأن العظماء كثيرين، فكل واحدة عظيمة ربنا خلقها لتكون في بيتها مضحية وبازلة. والرب عمل المرأة جسد، والجسد دايما أنا أقول كده فيه القلب، فيه القلب. صحيح الرجل رأس، ده مش معناه سي السيد، لكن ربنا عمله في الترتيب رأس، فهنا ده العقل والقيادة. بس هو لما عمل المرأة عملها جسد، يعني جسد يعني فيه القلب، لو وقف القلب تقف الحياة. لكن كمان يقول في أمثال 31 عن المرأة الفاضلة حوالي 24 صفة، بس يقول واحد يعني سبع مرات من الحاجات الجميلة يقولي عنها يداها وكفاها تمد يداها إلى المسكين وتمسك فكاها كفاها بالفلك اللي هي بتاعة النسيج دي، وسبع مرات يقول يداها وكفاها، عايز تقول دائمة العطاء، دايما بتدي، دايما الجسد فيه الأحشاء، فدايما الأم هي الرقة اللي في البيت والدموع اللي في البيت والحنان اللي موجود في البيت. هنا في الحقيقة بيتكلم عن المرأة العظيمة، وممكن الكلام ده يبقى لحضرتك وليا والماما والأخت كمان اللي موجودة والكل اللي بيسمعونا. أول حاجة في الحقيقة يقول كده، في ذات يوم عبر أليشع إلى شونم، وكانت هناك امرأة عظيمة، وراح لازق في امرأة عظيمة يقول إيه بقى، فأمسكته ليأكل خبزا.
شنم دي حتة كبيرة، يعني زي ما بقول لكم قد منطقة الشرابية كده أو شبرا، بلد كبيرة شنم دي. وبعدين كان يروح، بس الست دي بالذات كانت تطلع تمسك فيه ماسكة كده جامدة، تقول له لازم تيجي عندنا، لازم تبارك بيتنا، لازم تدخل عندنا. يقول أمسكته ليأكل خبزا، ومش مرة لكن البيت لما كان مريح يقول إيه، كلما عبر كان يميل إلى هناك ليأكل خبزا. أول حاجة حطها الروح القدس كده، العظيم والعظيمة بحسب كلمة الله، امرأة عظيمة نمرة واحد، صاحبة عطاء، دايما إيديها مفتوحة وقلبها مفتوح، دايما بيتها مفتوح للرب، دايما بيته مفتوح للرب. يعني مرات كتير بنحس انه العظمة الحقيقية ان يبقى عندي، يبقى عندي رصيد، يبقى عندي فلوس، والعالم حط مبادئه معاك، يبقى بتساوي معاك جنيه تساوي جنيه، معاك مليون تساوي مليون. بس الناس اللي ربنا تعامل مع قلبهم بالنعمة دايما تلاقي ايديهم مفتوحة للآخرين. وسيدي قال كده، بولس الرسول قال في أعمال 20، متذكرين كلام الرب يسوع، كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يعني عايز يقول أنه سعيد هو الذي يعطي أكثر من الذي يأخذ. فهنا كل ما كان أليشع يعبر، بيتها مفتوح، بيتها مفتوح. عشان كده مهم جدا جدا العطاء، ومهم جدا 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 أنه بيوتنا تكون مفتوحة للرب. فأول حاجة حطاها في المرأة اللي بتحب الرب ان هي بتدي. وعلى فكرة العطاء مش امور مادية بس، يعني ان قدم الانسان ثروته، كل ثروته وحتى جسده حتى يحترق، بدون محبة تحتقر احتقارا. يعني انه لو انت وكلتني وفتحت البيت بس مفيش حب ورا العمل اللي بتعمل، وده بنسميه الدافع. الدافع اللي موجود جوه حب، وعلى فكرة الحب ما يتحكيش، الحب بيوصل من القلب للقلب. تعرفوا حتى الأطفال الصغيرين اللي لسه مولودين، يبقى الولد عنده شهور قليلة أو يدوب سنة سنتين ويعرف مين بيحبه، رغم ان هو لسه ما بيتكلمش، ولسه يعرف مين بيحبه ومين مش بيحبه. فالمحبة لغتها بتوصل. بحب قوي المشهد الرهيب جدا جدا اللي موجود في مرقس 2، يقول ان الرب يسوع دخل كفر نحوم، وبعدين برضو كفر نحوم منطقة كبيرة، فسمع انه في بيت، كل البلد يقولك ما سمعتش ايه، الرب يسوع في بيت عمه فلان، الرب يسوع في بيت عمه فلان. فكل البلد راح تجاري على بيت عمه فلان ده. وبعدين حصل ايه بقى، انه جابوا ناس، وبعدين كان يقول وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب. يعني البيت اتقفل اتملأ والطرق اتملت، وبعدين الناس حوالين الباب في الشارع بره. وبعدين يقول كده كان يخاطبهم بالكلمة، بص اللي جاية، وجاءوا اليه مقدمين مفلوج يحمله اربعة. بص الحب بقى، مفلوج يحمله اربعة، والمفلوج ده في الحقيقة واحد بعد عنكم عنده شلل رباعي، ما بيرفعش ايد ولا رجل ولا يتحرك. جابوا شيالة كده ومسكوا اربعة قصاد بعض. وبعدين يقول ايه، واذ لم يقدروا ان يقتربوا، مش يدخلوا، ده اصلا ما قدروش يعملوا ايه، يقربوا من اجل الجمع والزحام. يقول ايه بقى، انه حاولوا يدخلوا ما قدروش من الزحمة اللي على البيت، فرحوا لبيت الجيران، قال لهم ممكن من فضلكم تعدونا ايه، عايزين نوصل ليسوع، بس يسوع في البيت اللي جنبنا. ما احنا مش قادرين نخش. المحبة اللي ما تلاقيش الباب تدخل منه بتيجي من السقف، راحوا فاتحين السقف ومنزلينه قدامه. عشان كده المحبة بتصنع فرق، المحبة بتصنع فرق. دول لو مش بيحبوه ومليانين بالحب لأجل صديقهم، كان ممكن من يقولوا ايه، كان نفسنا نوصلك ليسوع بس اديك شايف الزحمة. بس المحبة تعدي الزحمة وتعدي العوائق. العطاء جميل، أمسكته ليأكل خبزا، وكلما عبر، كل ما يروح شنم يروح فين، عندهم. فرقم واحد صاحبة عطاء. بس رقم اتنين في عدد 9 دي مهمة عندي جدا جدا، مش بس فتح البيت ايه، اهو خدام بيجوا عندنا فبيباركوا البيت بناخد بركة، لا. رقم 2 في ملوك 2:4 عدد 9 يقول ايه، قالت لرجلها قد علمت انه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما. فامرأة لها روح تمييز،
مش وبس، مش البيت مفتوح لكل هاب وداب اللي يجي واللي يروح، لا 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 خالص. رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما. عرفت منين؟ عرفت منين؟ عندها روح تمييز، عندها عينين مفتوحة، عندها قلب متصل بالروح القدس. تعرف انه من مواهب الروح القدس انه ارواح التمييز، روح التمييز ده، روح التمييز انه انا اميز ما يضحكش علي. عشان كده مهم جدا جدا جدا. الراجل ده غيرهم، الراجل ده غير ناس كتير. ليه بتقولي كده؟ ليه بتقول الراجل ده غيرهم؟ عرفتيه منين؟ عرفته من نظرات عينيه، عرفته من سلامه، عرفته من وجوده عندنا، عرفته من تحركاته في البيت. الراجل ده مختلف عن ناس كتير جم عندنا. واتاري العالم من بره بيبص على حياتنا ويبص على سلوكنا ويبص على كل كبيره وصغيره. طبعا الاخوات اشطر مننا، بيتعرفوا ولا ما بيتعرفوش؟ ده بيتعرفوا جدا. عشان كده تقول الراجل ده، الخادم ده رجل الله. يعني ايه رجل الله؟ يعني الراجل ده بتاع ربنا بجد، بس مقدس اي مخصص، اناء مخصص للرب، عندها روح تمييز. كم واحدة فيكم نفسها ان ربنا يديها روح تمييز الايام اللي جاية؟ كم واحد نفسه ربنا يملاه بروح التمييز ده؟ اقول لكم بس ما تزعلوش، ليكم وليا والاخواتي اللي بسمعوا، اكتر ناس بيضحك عليهم المؤمنين الوقت اللي فات. ليه؟ بص للمنظور كده، بنبص للمعطيات اللي قدامنا ونكتشف بعد كده ان احنا اتضحك علينا. مرة بسأل أسرة كده اتضحك عليهم في موضوع كبير، في جوازة كبيرة، ما صلتوش؟ لا في الحقيقة يعني كانت كل الأمور ماشية طبيعي وكان الموضوع حلو، بس اكتشفنا انه كل اللي اتقال كان كذب وكل اللي اتعمل ما كانش حقيقي. ليه؟ طب ما نروح للرب ونقعد قدام الرب وهو يقول كده في مزمور 32 تقريبا عدد 10، يقول كده: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها وأنصحك، عين عليك. فهي هنا بها روح تمييز. وبعدين المرأة دي هي صاحبة عطاء لكن ممتلئة بالتمييز، لكن يقول عنها في عدد 10 في ملوك الثاني 14 يقول ايه؟ قالت لرجلها ايه؟ فلنعمل علية على الحائط. على الحائط يعني مش يعني نبنيها له فوق الحيطة، لا، على الحائط بلغة الصعيد على وش البيت، مش خزانة ومش حتة كده اي حتة، لكن هنعملها له فين؟ في افضل حتة عندنا، على الحائط على وش البيت كده نعمل له علية كانت مخططة حكيمة، ونحط في العلية دي سرير، ونحط في العلية دي رجل الله بيحب ان هو يقرأ، نحط ترابيزة ونحط فيها كرسي ونحط فيها سراج. والراجل ده كل ما يعبر يجي يميل عندنا في البيت ويبارك البيت. فهي حكيمة وتعرف تخطط وتعرف تدبر، تعرف تعمل امور جميلة. واحدة من الامهات اللي بقول عنهم حكيمات كثيرا، يكابد لما الرب اداها موسى، ربنا اداها كده زي اعلان في قلبها ان الواد ده هيكون مختلف. كل العيال ذكور للموت بس الواد ده مش هيبقى للموت. خباته 3 أشهر، لما كبر صوته بدا يطلع فتتعرض للخطر. طب تعمل ايه؟ يقول ان هي لما لم يمكنها ان تخبئه بعد، يقول جاءت بصفت. صفت يعني سبت، عارفين السبت بتاع زمان. وبعدين بصوا، رغم ان هي اخته بسيطه يمكن ما راحتش مدارس ولا حاجه، يقول وطلته بالحمر والزفت. المادتين دول مع بعض يعملوا ماده عازله عشان الميه ما تدخلش على الولد في السبت تموته، فما يموتش غرقان. الام اللي بتشوف ازاي احمي، ازاي اخد بالي من ابني، ازاي احطه في السبت. وبعدين حطته في السبت وحطت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء وقالت لمريم ما تسيبهوش، شوفي ايه اللي هيحصل معاه. فامه مخططه حكيمه، ما راحتش حطته في سبت كده وحطته في الميه راح السبت اتملى ميه والولد عمل ايه؟ غير، لا خالص. تعرف كل خطوه بتاخدها بتحسبها. دي امراه ناضجه، صاحبه عطاء، امراه ناضجه بها روح تمييز، لكن كمان حكيمه ومخططة ومفكرة. لكن لسه الحاجات التقيلة بقى، يقول كده انه لما عملت كده في عدد 12 جحزي، يعني أليشع قال لي جحزي كده ادعو هذه الشنامية، فدعاها قال له نادى عليها
لما الراجل شاف الاستراحة وشاف التعب الكتير وراح قال لها كده يعني قال لها هو ده قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج، فماذا يصنع لك؟ اطلبي اطلبي، هل لك ما يتكلم به الى الملك؟ انا الملك ده صديقي وبروح عنده كتير، فلو عندك اي طلبات من الملك او الى رئيس الجيش او وزير الدفاع، هل عندك طلبات ممكن اوصلها للملك للرئيس، او عندك طلبات اوصلها لوزير الدفاع؟ تخيل لو جالك حد قال لك ايه، ربنا يعني يحفظ رئيس بلدنا ويحفظ حكومة بلدنا، واحد جالك كده وقال ايه على فكرة انا لي علاقة طيبة برئيس، عندك اي طلب اطلبه لك منك؟ تخيل عمار لو الواحد ما عندوش طلبات يعمل ايه؟ يفكر يخترع طلب ليه بقى؟ اصل دي فرصه في الحياه. هل عندك طلبات ممكن اوصلها للملك او الى رئيس الجيش لوزير الدفاع؟ بص ردها تقول ايه، تقول ايه حاجه رهيبه جدا جدا، رغم ان الست دي في الحقيقه لما تفكروا يعني عندهم بيت كبير وعندهم غيط وحقل كبير وتقدموا في الايام، لكن ما عندهمش اولاد. تخيلوا كم مره أليشع راح البيت ده، كان المفروض من اول مره يدخل البيت تروح ماسكاه كده تقول له ايه، صلي لربنا يدينا حته عيل. رجل الله أليشع اللي بيعمل المعجزات راح البيت مره واثنين وثلاثه وعشره واكل، بس ما حسش ان الست دي عندها ازمه. وبعدين يقول حاجه رهيبه جدا، انه ماذا يصنع لك انت يعني بصوا عدد 13، يعني هل عندك اللي اقدر اقوله للملك او الى رئيس الجيش؟ بص ردها، انما انا ساكنه في وسط شعبي. عارفين عايزه تقول ايه؟ كتر خيرك سيدي مش معوزنا حاجه. انا عايز اقول كده انها شاكره برغم الاحتياج، عندها احتياج رهيب، بس عندها ايه كمان؟ ده شكر. انا ما اعرفش ايه ظروفك اللي جاي بيها وايه ظروفك واللي انت بتعبانه منه، بس اعرف انه لما ربنا بيحط ايده على القلب بيطلع شكر، فمليانه بالشكر، مليانه بالشكر في محضر ربنا. انا ساكنه في وسط شعبي، الشكر اللي ربنا عايز يملانا بيه دايما. احب الايه اللي موجوده لو حضراتكم بصيتوا معايا في تسالونيكي الاولى 5، لما بولس الرسول بيكلم كنيسه تسالونيكي اللي كانوا في الحقيقه متالمين وعندهم حزن لاجل فراق الاحباء والرب لسه ما جاش. وبعدين جه في نهايه الرساله تسالونيكي الاولى 5:16 راح لهم ثلاث ايات صغيرين، بس ثلاث ايات انا بسميهم المستحيلات الثلاثه. ايه المستحيلات دول؟ جه وراح لهم افرحوا كل حين. بصوا ايه الوحده، افرحوا كل حين. طب انا اسال سؤال، مين يقدر يفرح كل حين؟ الحياه فيها وفيها، فيها الفرح وفيها الضغوط وفيها الحزن، حتى لو في أوقات أنا في بجتاز وقت صعب أو أحب سبقوني أو خسارة مادية أو أمور في البيت، افرحوا كل حين حتى لو عندي دموع في عيني لكن قلبي فرحان. بصوا الآية اللي بعدها يقول إيه، صلوا بلا انقطاع، افرحوا كل الوقت وصلوا كل الوقت. لكن بص يقول إيه بقى، يقول اشكروا في كل شيء. أشكر في كل شيء، يعني ممكن حد يقول للرب شكرا يا رب على الامتحان أو على التجربة اللي أنا بعد فيها، شكرا يا رب لأجل الوقت الصعب اللي أنا كنت بكتاس فيه في المرض اتعلمت فيه حاجات كتير. طب لو بعتلي يا رب فلوس أنا هشكرك على العطية اللي بعتها لي، لكن هل لو ربنا فعلا بعتلي أي حاجة مش على مزاجي هشكر ربنا عليها؟ اشكروا في كل شيء. وراح قال كده لأن هذه، بصوا كلام خطير، يقول لأن هذه هي مشيئة الله، هي مشيئة الله من جهتكم في المسيح يسوع. عايز يقول حاجة رهيبة جدا، إنه مشيئة الله من نحونا، مشيئته نفرح كل الفرح، نصلي كل الوقت، نعمل ايه؟ نشكر في كل شيء. صعبة دي؟ طب كم حد يرفع ايده معايا كده منكم ومن اللي بيسمعوني يقول لي يا رب خلي لغة الشكر تملى حياتي. هل عندك حاجة اقدر اوصلها للملك او الى رئيس الجيش؟
كتر خيرك، انا ساكنة في وسط شعبي مش محتاجة اي حاجة. طب يعني انت لما دعيت قاليش على البيت، يعني ما كانش بغرض انه البيت يتبارك كده وقاليش هيصلي لك وربنا يديك حتة عيلة؟ انا بكرمه عشان خاطر الرب، واللي يكرمني يكرمني مين؟ سيدي. وبعدين حصل حاجة من الحاجات المذهلة بقى، وبعدين جحز طبعا جحز مختلف، حتى قاليش هيقولي قل لها، طب ما تقول لها انت على طول، لا تكلم انت معاها. وبعدين وهو بيتكلم معاها حصل حاجة، بيقول هل لك ما يتكلم به الى الملك او الى رئيس الجيش؟ راح قالت له انما انا ساكنة وسط شعبي. فقاليش احتار، فراح قال لي بقى، قال تعبير رهيب جدا جدا، قال له ايه بقى؟ يقول ماذا يصنع لها؟ أنا في حقيقة تعبت عشاننا كتير، وانا عايز اقول لكم على حاجة خطيرة جدا، تعبت عشاننا كتير، نعمل معاها ايه؟ احنا عندنا آية ما عرفش مصدرها ايه وجات منين ما عرفش، بس هي مش في الكتاب. يقول لك بص يا محبوب، الله لا يبات. ما فيش آية في الكتاب بتقول كده على فكرة، ما فيش آية في الكتاب بتقول ان الله لا يبات مديون لأحد، ده دي من اختراعنا احنا. هو مين يقدر يدينه اصلا؟ تقدر انت تدينه؟ لما النفس اللي انا بتنفسه هو عطية منه، فهدينه بايه؟ ده الكل من خيره. يعني لكن الله لا ينسى تعب المحبة، ماذا يصنع لها؟ فقال جيحزي انه، بص بقى ده عارف ده، انه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. عدد 15، انا هقول الحتة دي يمكن حد بيسمعنا يمكن حد موجود. فقال ادعوها، ندع عليها، فدعاها. شوفوا التعبير، الروح القدس دقيق في كل كلمة يضعها، وانا بحب التعليم جدا. يقول فوقفت في الباب. مين قاعد جوه؟ أليشع. ومين بينده؟ جيحز. نادى عليها بعد ما قال لها مش عايزة حاجة، قالت له كتر خيرك، انا ساكنة في وسط شعبي. وهي واقفة كده من عند الباب، راحت نازلة من العلية دي، راح قال له ناديها تاني، راح مناديها تعالي رجل الله عايزك. فراحت طالعة، راحت واقفة فين؟ في الباب. طب يا أختي العزيزة، هو رجل الله مقدس وأنت امرأة عظيمة، يلا ادخلي اقعدي معاه جوه. قالت أبدا، المرأة الفاضلة، الرجل الفاضل، المرأة الفاضلة المتقية الرب يقول عنها هنا أن تعرف حدودها، تعرف حدودها. يعني مثلا زوج يكون موجود مش موجود في البيت ويحصل انه البيت مفتوح؟ لا، انا دايما اقول كده، الست دي كانت عارفة حاجة مهمة جدا جدا، انه الزوج مش موجود وده رجل الله مكرم وعلى عيننا وعلى راسنا، بس انا كمان لازم اعمل حاجة اسمها ايه؟ حدود. حدود. ودي في الحقيقة من الامور اللي محتاجين كمان نعلمها، مش لينا، لولادنا. فهنا يقول وقفت في الباب، وقفت في الباب. ويجي يتكلم عنها هنا في الحقيقة لما وقفت في الباب وتعرف الحدود. في حاجات المؤمن والمؤمنة المفروض وهم بيتحركوا فيها يبقوا واخدين بالهم ان احنا صرنا منظرا للناس والمين كمان وللملائكة. يعني السماء بتبص من فوق والارض بتبص من تحت، كل الناس بتبص علينا. تعرفوا ان المؤمن يبتعد عن شبه الشر، مش الشر بس، لكن ايه كمان؟ اشباه الشر. يعني ايه شبه الشر؟ انه لو انا حد بص عليا لازم يشوف حياتي في النور، شوف حياتي بلا ملامة. هنا وقفت في الباب، وبعدين راح لها تعبير جميل، دعاها فوقفت في الباب. في عدد 16، فقال في هذا المعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. فقالت لا يا سيدي رجل الله. بصوا حتى اللغة جميلة، اما ما بتخدعنيش، انا عارفة ان الوقت عدى. وراح قال لها كده، يقول كده انه في المعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. وبعدين فحبلت المرأة، عدد 17، حبلت المرأة ولدت ابنا في ذلك المعاد نحو زمان الحياة كما قال أليشع. واحدة بتستلم مواعيد الرب وتتحقق في حياتها مواعيد الرب. ما تخدعنيش، قال لها زي اليومين دولة يكون عندك ولد. بصوا لما الرب راح في الزيارة لإبراهيم في تكوين 18،
قال التعبير ده، بس إليشع كان فاهم هو بيقول ايه. الرب قال لابراهيم اني ارجع نحو زمان الحياه ويكون لسارة امراتك ايه؟ ابن. لكن لما جه يقولها إليشع قال لها نحو زمان الحياه، ما قالش ارجع على فكره. لو هو قال لها ارجع يبقى هو ضامن يعمل ايه؟ يعيش للسنة الجاية. بس هو بيقول لها حقيقة نحو زمان الحياة تحتضنين ابنة. طب ما تقول زي ما الرب قال لإبراهيم، قال ما قدرش هو يقول أرجع يبقى هيرجع، لكن أنا مش ضامن بكرة. بس وعد الله قائم سواء أنا موجود أو غير موجود، مواعيد الله نافذة، مواعيد الله ضمنها مش البشر لكن ضمنها أمانة الله. فهنا بتستلم مواعيد الرب. انا عايز انادي على كل اخ وكل اخت وكل اللي بيسمعوني اللي استلم مواعيد من الرب، الله سهران على كلمته ليجريها حتى لو المواعيد دي عدى عليها سنين، حتى لو الوقت عدى والزمن عدى. سيدك يقدر يعمل ايه؟ يحقق مواعيده. كم حد فينا فقد الأمل في أمور حقيقية واخدها من ربنا؟ كم حد فينا صلى بدموع مرات كتير ومع صعوبة الواقع على الرب لا في الغالب، في الغالب كل الكلام اتبخر. تخيلوا معايا يوسف، ربنا يوري له أحلام. إيه الأحلام؟ هو وأخواته بيحصدوا في الغيط، وبعدين حزمة يوسف راحت واقفة كده، وبعدين كل الحزم راحت موطية قدامها. يحلم ويروح ولد جميل يروح يحكي لأبوه الأحلام، وتاني يوم يحلم كده ان الشمس والقمر والنجوم ساجدين، وبعدين يروح يحكي لابوه واخواته يتغاظوا، وبعدين يعقوب كان بيحفظ الكلام ده جوه قلبه، ويوسف عنده احلام. بالصراحة مصر وكل الاحلام ضاعت، ويجي في يوم من الايام يفترى عليه ويدخل السجن ظلم، ويدخل مع مين بقى؟ حظ ملوش حل، يعني يدخل في تهمة مع مين؟ مع مرات وزير الداخلية. طب بقابلني بقى لو طلعت من السجن بقى. وفي يوم من الأيام يجي له بصيص من الأمل بعد سنين من السجن. بيقول شراح الكتاب المقدس أن يوسف قعد 13 سنة عبد، منهم سنتين في بيت فطفار و11 سنة سجن. قعد سنة 2 3 4 5 6 7 8 9 وجي بصيص من الأمل واحد اسمه الساقي، فقعد قدامه كده وقال له اذكرني أمام فرعون، أنا سرقت من أرض العبرانيين، أنا ظلمت، اذكر. طلع سيدك جاب أستيكة كده على دماغ الرجل الساقي ومسح كل حاجة تخص يوسف. ويوسف كان بيظن أن كل أحلامه ضاعت ودي النهاية. سيدك كانت ايديه بترسم احلى بداية. ولما خرج وجرس على الكرسي والرب طلعه يوم من الايام، يجوا اخواته العشرة اللي اتفقوا عليه ويسجدوا عند رجليه، وبعدين يجي يعقوب ونسائه واولاده مرة تاني. وانا عايز اقول ايه؟ مواعيد الله لا تسقط بالتقادم، مواعيد الله ما بتسقطش بمرور الزمن. كم حد فينا واخد وعد من الرب يقول للرب أنا مستني تحقيق مواعيدك على حياتي؟ لو ربنا قال لك حاجة بقى لها سنين ارفع ايدك كده من ناحيتك، من ناحية بيتك، من ناحية الولاد أو الأحفاد، ارفع ايدك للسماء قول له في اسم الرب يسوع لا يسقط وعد. مين يقول معايا أمين؟ ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ أنا أؤمن أن السيد عندما يقول يفعل وعندما يتكلم ويعد هو يفي. سيد قال كده أنه لا أنقض عهدي ولا أغير ما قد خرج من شفتي. كم حد فينا يقول له أنا مصدق فيك، أنا مصدق فيك أنك تحقق المواعيد. صاحبة عطاء، صاحبة تمييز، لكن كمان من الحاجات الجميلة اللي عندها صاحبة حكمة وتخطيط، لكن كمان صاحبة شكر برغم الاحتياج، لكن كمان صاحبة إيمان يملأ قلبها. بس في حاجة من الحاجات الجميلة اللي جت هنا، يقول كبر الولد وفي ذات يوم خرج إلى أبيه إلى الحصادين. ببعيد حتى هما مازال لحد دلوقتي الكتاب كان يحكي عن عيد الحصاد، يعملوا اعياد في الحصاد، ففرحه كبيره قوي. فبيحصدوا الحصاد، دايما يجي في الصيف 5 و6 وبتبقى الحراره شديده، والولد ده بيتوتي. بيتوتي يعني ده جه بعد دوبه وجه بعد سنين طويله، فقعد جنب ماما. فبابا خدني معاك الغيط، بابا انا عايز اجي معاك، تعالى حبيبي. خدوا الشمس الظهريه بقت ايه بقى؟ نار. راحت خطفين
خد ضربة شمس. فالولد يعني قال لأبوه رأسي رأسي بابا أنا مصدع رأسي تعبانة. فقال لواحد من يا ابني روح روح لأمه مش ناقصين عطلة. فحمله إلى أميه. بصوا اللي جاي ده رهيب. فحمله وأتى به إلى أميه. فجلس على ركبتيها إلى الظهر ومات. أزمة رهيبة جدا جدا جدا. بس بصوا يعني عملت حاجة رهيبة جدا. صعدت وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت. بالفكر البشري والوعظ الآية دي سهلة تتوعظ، بس في الحقيقة حقيقة يعني عشان أبقى أمين معاكم، في الحياة العملية لا صعبة جدا، حياة صعبة جدا. ليه؟ يعني ابن وحيد ما عندهاش غيره والرب ادهولها بمعجزة وتفقده كده. لو هي دخلت في حالة إغماء مين يقول لها اللي انت بتعملي غلط؟ لو صوتت ولمت الناس مين يقول لها ده غلط؟ ده حق مشروع. يعني اللي تروح تعزي وتقول له أخت مؤمنة عيب المؤمنين ما يبكوش، مين اللي قالك المؤمنين ما يبكوش؟ مين اللي قال كده؟ المؤمن هو إنسان عادي ليه مشاعر، فلما بيفقد حبيب من حقه يبكي ومن حقه. بس هي عملت حاجة خطيرة جدا جدا جدا. هي أنا أعرف فين مكان الحل، سيدي اللي وعدني وادهولي لا يمكن في يوم من الأيام يعمل حاجة عكس مشيئته. هو ادهولي مش عشان أفرح بيه الوقت الصغير ده، لكن أنا عندي إيمان فين مكان الحل. علية رجل الله، أنا هاخد المشكلة وهاخد الأزمة وهاخد الموضوع الكبير وهاخد الكسرة اللي إيده سمحت بيها وهاخد الأزمة اللي أنا بمر بيها وهروح بيها لمحضر ربنا. ما يرفعش المكسورة وما يرفعش المتألمة وما يعدنيش من الأزمات الصعبة اللي ممكن كانت تقضي عليا نهائيا غير ان انا اروح واترمي في حضن الرب. رايحة فين؟ رايحة للمكان اللي بيعلن حضوره، رايحة للمكان اللي هو موجود فيه، رايحة بجرجر مشكلتي وبجرجر الأزمة واخد الموضوع الكبير واحطه في محضر الله. تعرف اين الحل؟ الأم الفاضلة لما يكون عندها أزمة، أزمة في حياتها، أزمة مع شريك الحياة، أزمة مع الشغل عندك، أزمة مع الولاد، أزمة أيا كانت. أنا بشكر الرب لأجل كل أب وأم بيعرفوا يصلوا لأولادهم ولسه مكملين وما فشلوش وما أحبطوش، بقالهم سنين بيصلوا. ليه؟ كملي صلاة. انت الأزمة دي مش حلها عند الناس، وهتشوف بعد شوية مش حلها في تحدي، لكن حلها في ايد القدير، حلها في ايد الرب. انا هجرجر المشكلة واخد الأزمة واروح بيها لمحضره. انا عارفة ان عنده حلول، انا عارفة ان عند الرب السيد للموت مخارج، مش مخرج واحد، مش مخرج واحد لكن عنده مخارج. انا عارفة ان حل الازمة في ايده والموضوع الكبير في ايده هو. صعدت. ونفسي اقول النهاردة باعلان خاص لحد موجود هنا، انت مش قد الازمة وانت مش قد التعب، خديه كده وروحي حطيه في محضر السيد. حط الموضوع اللي مقرقك، الموضوع اللي تعبك، حطيه في محضر الله. تقول انا بقالي وقت بصلي بيه، كملي كملي، بس يكون عندك ثقة. يقول كده حطته في يعني العلية على سرير رجل الله، أضجعته ونيمته وأغلقت عليه. أنا في الحقيقة كل ما أقعد أتخيل الموضوع ده، لا يعني بصوا موضوع مستحيل. ما تحكليش عن الإيمان وعن الصلابة وعن القوة، أصل الموضوع ده أنا دايما أقول كده يعني وبألم فوق الاحتمال. ده ألم اسمه ألم فوق إيه؟ الاحتمال. وبعدين الزوج مشغول في الشغل بتاعه، فراحت نادت رجلها يا ابو فلان. قال لها نعم. قلت له ممكن من فضلك تبعت لي واحد من الغلمان واحدى القطن فاجري الى الله الى رجل الله وارجع. بصوا تفكير الراجل ايه بقى. قال لها لماذا تذهبين رايحة دلوقتي؟ لا لا لا، هو رأس شهر يعني النهاردة لا هو عيد ولا هو سبت، النهاردة مش يوم الحد يعني أو يوم السبت يوم العبادة، رايحة تعمل إيه؟ مفيش معاد. وكأن الرجل ده متظبط إنه ربنا ده بنروح له إيه؟
ربنا ده بقابله لحد الصبح، يا بقابله يوم العيد يوم الجمعة العظيمة، يا هو بيقابل ربنا بس بيقابله فين؟ في المناسبات. قالت له سلام ما تقولش هم انت. طب عندي سؤال، وهو بيقول لها كده رايحة ليلي ما لاحظ اي ارتباك على وشها، يعني عينيها حمرة من الدموع مثلا، مكتئبة كده، يعني انا ببص كده ما خدتش بالك ان في ازمة كبيرة عندها؟ بيسألها رايحة الرجل الله ليه؟ يعني احنا متعودين نروح لرجل الله ده ايام السبوت وايام الاهلة في بداية الشهر والاعياد، انت رايحة له ليه؟ قلت له ما تقولش هم، سلام انا مليانة بالسلام وعايزك كمان انت تتملي بالسلام. وشدت على الاتان وقالت لغلامها سق وسر ولا تتعوق لاجل في الرقوب ان لم اقل لك. ما توقفش وما تعمل، قوية الإرادة. تعرفوا أنه المسافة ما بين شونم وما بين الكرمل تقريبا بالأوتن وحتة جبلية تاخد حوالي 4 ساعات رايح واربع ساعات جاي. ومين في البيت؟ الواد. والواد طب الزوج ما سألهاش، طب انت رايح الرجل الله، طب الواد هتسيبيه مع مين؟ ما تقلقش أنا سايباه في إيد القدير. وراحت في الحتة دي، راحت لجبل الكرمل وهي رايحة قوية الإرادة وعندها إيمان، هرجع ومعايا الحل، هروح للرب وارجع وأنا واخدة من إيده استجابة، واخدة من إيده حلول إلهية. وبعدين وانطلقت حتى جاءت إلى رجل الله إلى جبل الكرمل، ولما رآها رجل الله من بعيد قال لجحز غلامه هو ذا تلك الشنامية أرقد الآن للقائها وقل لها. أصعب سؤال في القصة، أصعب سؤال في الموضوع، قل لها أسلام لك، أسلام لزوجك، أسلام للولد. إيه رأيك؟ طب زوجي ممكن يبقى عنده سلام لأنه لسه ما يعرفش حاجة. طب وانت اللي عرفتي؟ طب والواد اللي في البيت اللي مات وديله ساعات 3-4 ساعات محطوط على السرير؟ فقالت سلام. امرأة عظيمة ممتلئة بالسلام حتى في الأوقات الصعبة جدا، حتى في وسط الأزمة. بأمانة شفت مرات كتير خلال الخدمة وخلال الرعاية، مرات كتير ببقى قاعد كده في مواضيع وعيني رايحة في حتة كده، أبص على ناس في تجارب مميتة، تجارب صعبة جدا جدا، وأشوف الناس دول عندهم سلام من نوع خاص. سيدك ممكن يسمح لك انك تعدي في حتة صعبة، ممكن يسمح لك بأزمة ويسمح لك بحمل، بس الجميل انه هيحط ايده في ظهرك ويسندك ومش هيسيبك. انه ممكن يسمح لك بأوقات صعبة لكن عنده سلام فوق العقل. لولا سندة الرب ولولا احسانه ولولا معونته كان فينا ناس في أوقات ممكن يجرى لها حاجة. كم حد فينا بيقول له بشكرك لأجل السلام اللي بتبعته وقت الخطر، وقت الأزمة، وقت الضيق، وقت ما بنعدي في حتت صعبة. في مؤمنين أتقياء عبروا في حتت صعبة لكن عبروا وهم ممتلئين بسلام الله. احتياج السلام ده. بولس الرسول يقول في فيليبي 4 كده وهو بيتكلم عدد 6 يقول لا تهتموا بشيء. وفي فرق كبير بين أنا أهتم وإن أنا أتهم. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. طب ونتيجة قال وسلام الله الذي يفوق كل عقل، يغطي العقل كده اللي مش مستوعب الأزمة. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم فين؟ في المسيح يسوع. لو حد فينا محتاج سلام، الاحتياج اليومين دول إلى سلام الله، سلام الله. حد يقول له أنا محتاج السلام ده يملأ قلبي ويملأ فكري ويملأ بيتي. البيوت محتاجة السلام الأيام. تعرفوا أنه لقمة يابسة ومعها إيه؟ خير بيت ملآن ذبائح مع خصام.
يعني لو بيتك فيه سلام انت 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 محظوظ. لو بيتك ماشي بسلام اشكر الرب. لو انت بيتك محتاج لسلام ولو انت محتاجة لسلام وانت بتسمعني محتاج لسلام قول للرب انا محتاج سلامك يفيض جوه قلبي يفيض جوايا ممتلئة بالسلام حتى في وقت الأزمة. بس عجبني قوي قوي قالت سلام، لكن أسلام لك سلام للولد سلام لرجلك. فقالت قالت سلام. فلما جاءت إلى رجل الله إلى الجبل أمسكت رجلي، عجبني قوي قوي أمسكت رجلي. بعد 27 تقدم جيحزي ليدفعها. ركز معايا في الحتة دي من فضلك عشان الحتة دي مرات مش بناخد بالنا منها. هي رايحة مضغوطة ورايحة عندها أسئلة ملهاش إجابات، راحت جاي عند رجلين رجل الله إليشع كده راحت ماسكة في رجليه. جيحزي يعمل ايه؟ زقها. تعرفوا مين اللي كان مرشح يبقى مكان إليشع؟ جيحزي ده. فمرات كتير يعني مرة واحدة كده أم جميلة أم رائعة أم ممتلئة بالإيمان الرب قال لها كده عظيم إيمانك، واحدة رهيبة عندها بنت شابة بتحبها بنتها 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 مجنونة جدا. ربنا ما يدخلش حد في التجربة دي. ابنتي مجنونة جدا. عارفين يعني ايه مجنونة جدا؟ يعني تجري في الشارع ترمي نفسها من فوق تولع في البيت تعمل وهي ام تعمل ايه؟ راحت لرجل الله تصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني، ابنتي مجنونة جدا وهي بتصرخ يا يسوع ارحمني. راحوا جم التلاموذ قالوا له ايه؟ صرفها. ليه بتقولوا له صرفها؟ انها تصيح وراءنا. هلكم بالصيدي مشيها الست دي صدعتنا. ياه. يعني انت يا جيحزي تقديرك وسط الأزمة انك تزقها، وانتوا تقديركم يا تلاميذ انه انا امشيها. هقول لك حاجة، اقول لك حاجة اقولها لنفسي واقولها لكل اللي بيسمعونا. لما تكون في تجربة صعبة ومعد فيها وتلاقي ردود الناس اللي حواليك صعبة ما تعتبش، روحي للرب وروح للرب. هو الوحيد اللي يعرف اللي جوه قلبك، هو الوحيد اللي شاعر بيك وشاعر بألمك. حتى جيحزي حتى التلاميذ مرة من المرات راحوا بلد كده والبلد دي عملت أزمة معاهم وعملت مشكلة، وبعدين راح قالوا له بص اطلب نار من السماء. ده بيقولوا لمين؟ التلاميذ بيقولوا رب اطلب نار. راح رب بصلهم كده وقال لهم لست أعلم من أي روح أنتما. تزعلش من الناس لما تخش في حتة صعبة وتحس انه محدش واخد باله وتحسي ايه ده ايه ده. راح جه رجل الله قال له سيبها 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 ما تجيش عندها، نفسها مرة فيها. انا عارف عارف ورا ما جاء لهنا ومسكت رجليها ليا. المرأة دي نفسها مرة والرب كتم الامر عني. دي 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 في امر كبير. وبعدين بدأ يتكلم معاها وعدد 29 قال لجيحزي اشدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق. اذا صادفك ما تشغلش لا اللي بيباركك ولا تبارك حد. انت قدامك هدف روح الموضوع ده. ان صادفك احد فلا تباركه وان باركك احد فلا تجيبه. وضع عكازي على وجه الصبي. انا عدد 30 ده عايز ابروزه في الحقيقة. فقالت أم الصبي حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. رجلي على رجلك. ما جيحز رايح أهو
والعكاز بتاع في ايد العكاز اهو بتاعي معاه وهيحطه على وجه الصبيه. انا لا ينفع معايا جحز ولا ينفع معايا عكاز، انا ما ينفعش معايا غير سيدي. مرات كتير ابص على جحز واقول ايه جحز هو يحلها، ما تحطيش املك ورجائك في حد من البشر. طب العكاز ده ممكن يعمل حاجه ولا العكاز يعمل حاجه؟ امال مين اللي في ايده الامر؟ هو شخصيا. عشان كده تقول له مش سايباك، انا همسك فيك، انا همسك فيك. مش هو انا جاي لهنا جاي، ما انا كنت ممكن ابعت لك واحد من غلام يقول لك غلمان يقول لك على الخبر وتبعت لي جحزي بالعكاز. ما دي مش دي الازمه، مش الازمه ان جحز يجي والعكاز يجي. انا جاي هنا مخصوص عشان انت كمان تيجي معايا. مين يمسك في الرب النهارده ويقول له بيتي محتاج لك، ولادي محتاجين لك، احنا ما ينفعش معانا حد تاني غيرك، احنا عايزينك انت، احنا عايزينك انت تدخل وتعمل امر عظيم. يقول بصوا تحت الاصرار، فقام وتبعها، قام وتبعها. انا عايز اقول لكم على اعلان رهيب، لو الست دي رضيت بجحز والعكاز كان ابنها ما قامش. بس هي إيمانها عدى الموضوع ده، عدى حتة البشر وحتة العكاز. أنا عايزة صاحب البركة. وبعدين جاز جحز قدامهما ووضع العكاز على وجه الصبي، فلم يكن صوت ولا مزغ، فرجع اللقاء وأخبره لم ينتبه الولد. بصوا معي على عدد 31 ده، بعض المفسرين يقول لك إيه، جحز كان بيمثل الناموس، يد تقرير موت. ايوه طب يعني انت ما قدرتش تعمل حاجه؟ لا انا اشخص بس ما عليكش، انا اقول ان اجره الخطيه موت بس ما عنديش حل، انا اقول لك ان الولد مات بس انا ما عنديش شفاء ليه. الناموس يشخص بس صاحب النعمه يقوم من الموت. الناموس يقول لي على الحاله بس سيدي يقول لي على العلاج. الناموس يقول لحالتك ميت بس سيدي يجي يقول أبدل الموت ده بحياة. عشان كده لم ينتبه الصبي، كتر خيرك. طب يعني انت جبت ايه جديد؟ ما انا اصلا قافلة عليه من بدر وهو اصلا كان ايه؟ كان ميت. يعني جبت ايه جديد؟ جبت ايه جديد؟ بس يقولي دخل إليشع البيت. لو نسيت الوعظة كلها واليوم كله، دخل إليشع البيت وأول ما سيدك يخش البيت، احنا مش أمنا في إليشع لكن أمنا في ابن الله الحي. دخل البيت. لما تروحوا كده عايزكم تعملوا حاجة جميلة، اعتبروا الواجب بتاع الأسبوع اللي جاي. ايه الواجب؟ في انجيل لوقا المسيح دخل 10 بيوت، دخل 10 بيوت بالضبط في انجيل لوقا، ولا بيت دخلوا سابوا على حاله إلا لما دخل البيت غيروا. حد النهارده بيته كده محتاج للرب؟ دخل، شيل إليشع ده وحط المسيح. دخل المسيح البيت. يلا تبقى احلى هديه عيد ام النهارده ان المسيح يعمل ايه؟ يجي البيت عندكم. تخيلوا يخش البيت عند بطرس يلاقي حماته مريضه يشفيها، يخش مرات تاني في بيت واحد زي زكا يقول الرب اليوم حصل خلاص لهذا البيت، يخش بيت تاني زي بيت سمعان الفريسي يبقى غافر الخطايا وصافح عن الاسم. كل بيت يخشه بيعمل أمور عظيمة. دخل البيت. تعالى تعالى يسوع لبيوتنا. يلا بكل سرعة بقى عشان ناخد وقت صلاة مع بعض كده، وقت صلاة نتفك فيه. وبعدين يقول لي بقى، يقول صلى إلى الرب عدد بعد، دخل وأغلق الباب وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه، تمدد على الولد فسخن جسم الولد. وبعدين عاد وتمشى في البيت، طار إلى هنا وطارة إلى هناك. وبعدين يقول عطس الصبي 7 مرات ثم فتح الصبي عينيه. هللويا. يرد الرب. يقدر الرب يقوم من الموت؟ يقدر يحل الموضوع الصعب. مرة كنت في خدمة في الصعيد من فترة مش طويلة، يعني
من كام سنة كده، وأم تقية قديسة بتحب ربنا محبة غير عادية غير عادية، وعندها ابنها الكبير صعب جدا جدا. وبعدين كانت بتصلي، وكان معايا اتنين من المكان اللي كنت نازل فيه، كان معايا القسيس ومدامه، واحنا قاعدين معاها. وبعدين وهي بتصلي كده قالت للرب حاجات بالروح رهيبة. قالت له بص اعتبره زي العاذر مات وانت وتعالى نادى عليه، اعتبره مات وريحته طلعت وما فيش رجا فيه من الناس ولا من العالم، نادى عليه انت يا رئيس الحياة، انا اثق فيك انك هتغيره بامانة. ما عدت السنة دي الا وربنا عامل معجزة رهيبة مع الولد ده، انقذه من حادثة مريبة، طلع من الحادثة دي، اللي جنبه من هنا مات واللي جنبه من هنا مات، طلع من الحادثة دي. قال له بقى انت بقى علي عشان ما روحش جهنم، هو طلع من الميكروباص اللي راكبه من المدينة للبلد عندهم، وقف جنب الميكروباص بتاع الحادثة وسلم حياته للرب. الصلاة ما بتضيعش وسيدي ما بيفشلش. يقول كده فتح الصبية عيناي، مين يقول له افتح عينين ولادي وافتح عين زوجي افتح عين زوجتي اعمل امر جديد يا ابن الله الحي. بصوا الحتة اللي جاية بقى في دقيقة، يقول فدعا جيحز وقال ادعوا هذه الشنامية، فدعاها لما دخلت قال احملي ابنك. خيال ام ابنها ميت لسبعة ثمان ساعات على الاقل من الظهر لبالليل، وابنها قام تعمل ايه بقى؟ يلو تخيلوا معايا، تخيلوا معايا، تعمل تزغرط، حد يلوم عليها لو زغرطت؟ طب يعني تهلل كده وتعمل يا ناس ابني كان ميت وعاش، يا ناس ابني كان ميت بقاله ساعات وقام. بس بص الست دي بقى عملت حاجة رهيبة، يقول ايه بقى؟ فأتت قال لها شيل ابنك، بس الواد ما هو موجود اهو. اتت وسقطت على رجليه وسجدت الى الارض، ثم تعرف تشكر العاطي على عطيته وعلى عمله. تمتش بالعطية، ابن حبيبه وراحت شايلاه كده وخدته وجريت. لو عملت كده ما حدش يقدر يلوم عليها، بس هي كانت فاهمة انا اجي للي اقامه من الموت، اجي لصاحب الحياة اللي صلى واللي اقامه واسجد عند رجليه. لما ربنا يعمل معانا معجزة ما تاخدش المعجزة وتجري، لا تعالى عند رجلين العاطي وقول له شكرا ليك لانك صنعت لانك فعلت. انا النهاردة نفسي اقول لمؤمنين اتقياء هنا وبيسمعونا من اماكن كتير، كم الرسائل اللي جاي عن عشرات ومئات الالاف اللي بتسمعنا بصدق، يعني مئات الالاف بتسمع الكنيسة من هنا. يمكن ربنا بيكلم حد النهاردة وبيقول له كده، بيقول له اشكر الرب على الموضوع حتى لو لسه ما تمش، لانه الرب هيتدخل فيه ويتعظم فيه ويصنع معجزة فيه. حد يقول معايا امين؟ كم حد مصدق ان الرب عظيم واله قدير النهاردة؟ كم حد مصدق انه الصلوات اللي صليتيها والصلوات والدموع اللي زرفتها ما ضاعتش؟ انا عندي ايمان، عندي ايمان، عندي ايمان انه الايام اللي جاية يشجع حياتك باختبار، ويشجعك باختبارات قوية، ويصنع في حياتنا امور مجيدة. عندي ايمان انه وسطينا، وعندي ايمان النهاردة هنصلي وناخد وقت كمان مع بعض لأجل شفاءات جسدية. حتى لو البث خلص وطلع احنا هنكمل صلاة. حد مصدق ان ربنا هيلمسه لمسة خاصة؟ طب انت محتاجة معونة عشان تقدر تكملي مع الرب كده وتكملي لأجل الرب وخدمة الرب وتاخد معونة لأجل أولادها؟ غمض عينك معايا، اخويا رومون وكل اخواتي المرنمين والعازفين تعالوا معايا، وفضلكم خلونا نقول للرب احنا مصدقين انك هنا، ومصدقين انك وسطينا، ومصدقين انك حي، ومصدقين انك موجود. عينينا مش على أليشع، عينينا مش على أليشع، لكن عينينا عليك يا سيد كل الارض، عينينا انك موجود موجود. انا اثق فيك انك صالح وانك موجود وانك عن كل واحد منا ليس ببعيد. سيدي وسيدك وسيدك مكتوب عنه انه يعرف ان يغيث المعية بكلمة، يقول لك كلمة النهاردة فيها الحياة،
يقول لك كلمة النهاردة تبدل 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 كل حزن وكل فشل وكل يأس. يا رب أنا بصلي 21 مارس 2021 النهاردة يكون يوم من السماء لبيوت موجودة هنا وبيوت بتسمعنا يا رب. أصلي النهاردة يوم عيد حقيقي في اسم الرب يسوع وانت بتدخل بيوت. يلا يلا كده أنا نفسي مع أخويا رومون وأخواتي اللي بيرنموا والرب بيقولك كده ويقولك أنا شاعر بيك، أنا حاسس بألامك، كل اللي أنت بتعدي فيه واللي أنت بتعدي فيه أنا اجتزته قبليك، أنا اجتزته، أنا عديت فيه. يعني لو أنت بتسمع الكلمات دي استقبل إعلان واستقبل لمسة من إيد ربنا. أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينا، كل ده مر بيك. أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينا، كل ده مر بيك. اوعى تفتكر انك متساه باحزانك، اوعى تفتكر انك وحيد وسط الامان، اوعى تفتكر انك متساه باحزانك، اوعى تفتكر انك وحيد وسط الامان. ده انا في الصليب ضربوني بالحرجة فقبوني بالمسانين تركوني، ده انا في الصليب رفعوني عن خشبة عروني وهنوني صلبوني. أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينا، كل ده مر بيك. اوعى تفتكر انك متساه باحزانك، اوعى تفتكر انك وحيد وسط الامان، تفتكر انك متساه في احزانك، اوعى تفتكر انك وحيد وسط الامان. أتخاف من إيه؟ ده أنت ممسوك بذراعي القضية، أنا راعي الحظيرة يا يلا وانت نكمل صلاة ونكمل صلاة. الرب النهاردة بيقولك انت غالية ومحبوبة،
انت غالي ومحبوب ومقبول. يلا قول للرب النهاردة انا عندي ايمان ان حضورك القوي اللي مال المكان, حضورك القوي مال المكان. يلا من فضلكم عايزين نصلي لأجل كل المرضى والمتألمين واللي أصيبوا الوقت اللي فات, وعايزين نصلي لأجل أخ كده يعني يعني في إجراءات زرع كلى وهو في العناية أصيب بكورونا, عايزين نصلي له, عايزين نصلي له, وعايزين نصلي لأجل كل المتألمين وسطينا ولأجل كل المتعبين. ولو في حد موجود هنا وتثق أن ربنا بيقوم من الموت ويدي حياة, لو انت مصدقة وانت مصدق يلا وانت قاعد كده حط ايدك وقول للرب انا اثق انك تحط ايدك على مكان الالم ومكان التعب. صلي بايمان, صلي بايمان, صلي بايمان. يلا انا اثق ان الرب يفتح ابواب مغلقة وارحام مغلقة. الرب يجي النهاردة ويديك اعلان لو بتسمعينا او موجودة, لو بتسمعنا او موجود وعندك ابواب مغلقة يجي الرب يفتحها. يجي الرب النهاردة في اسم المسيح يبدل الموت بحياة, يجي رئيس الحياة بزيارة, يجي يصنع أمر جديد. مين يقول له أنا عندي إيمان في لمساتك, عديت بينا أوقات صعبة ونجيتنا, نجيتنا كم حد الوقت اللي فات ربنا نجا من موت, يقول له بشكرك بشكرك. يلا صلي كده أثق أن الرب يلمس قلوب تعبانة, قلوب تعبانة. الرب يلمس أوردة وشرايين تعبانة, الرب يلمس ألام في العمود الفقري, الرب يلمس الكلى, الرب يلمس, الرب يلمس. الرب النهاردة يجي الناس متعبة ضغط وسكر, الرب يجي الناس موجودة هنا بلمسات إلهية. لو تؤمن بالشفاء الإلهي ثق أن ربنا يحط إيده عليك وعليك. أثق أنه موجود وحي, موجود وحي. الرب قال للكنعانية كده اللي كانت التلاميذ بيقول له مشيها, قال له عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين. يلا استقبل الإعلان ده, ليكن لك كما تريدين. رب يسوع قال لنزفة الدم قوة خرجت مني, ولما قوة خرجت منه راح تدخل جوه جسدها. أنا أصلي قوة تخرج من المسيح الحي اللي مال المكان النهاردة, تسري في جسدك, تسري في جسدك. استقبل, استقبل قوة. أثق أنه في اسم الرب يسوع, في اسم الرب يسوع حضورك اللي مال المكان يفك, يفك من كل قيود العدو في اسم الرب يسوع. النهاردة في كاك وشفة في محضرك يا رب, نثق ان حضورك مال المكان, مال المكان. عدي حط ايدك على كل حد, على كل نفس منحنية يا رب في اسم الرب يسوع. استقبل, استقبل النهاردة قوة جديدة, واستقبلي ايد القدير تتحط عليك من جديد. استقبلي المسيح وهو بيدخل البيت مرة تاني من جديد, قل له بستقبلك في هذا الصباح يا رب. هللويا هللويا, حضورك مجيد. امشي يا رب النهاردة وعدي على كل حد مقيد, تفكه بايدك الجميلة المثقوبة يا رب. عد على كل حد تعبان, حط ايدك عليه. كل حد بيسمعنا روح لبيته, زوره في دولته يا رب في اسم المسيح. هللويا هللويا هللويا. خلونا مكملين عبادة وصلاة يا شعب الرب, كل المؤمنين الأتقياء. ارفعي صوتك للرب وارفع صوتك, قل له بستقبل حضور جديد لحياتي, حضور يشفي وحضور يسند ويرفع. هللويا هللويا هللويا, مجد وإكرام ليك لأنك موجود يا رب. هللويا هللويا. تعال أقف معايا, وقف معايا كده وإحنا بنرنم الكلمات اللي جاية دي, وارفع إيدك للسماء قول له بستقبل منك حلول, وبستقبل منك لمسات, وبستقبل منك استجابات, واستقبل منك سندة ومعونة للأيام اللي جاية في حياتي وللولاد. بستقبل منك اللي على قلبك لو مكسورة وتعبانة, قل له حط ايدك على قلب المكسور وعلى ظهر المحني. لو جاي النهاردة وقول له الرب كده اليوم ده صعب عليا, سيدك يديك معونة. انا شاعر بناس بتعد في اليوم ده بالذات بألم, سيدك يجي يسكب فرح, يسكب فرح في داخلك في هذا الصباح, وسندة ومعونة وسلام من عنده. ابن الله الحي ما بينا, قولوا مبارك الآتي باسم الرب وغنوا وصلنا فهو الملك الآتي. ابن الله
عشان نفرح ونطيق. خد أسقانا وشلا مرضنا بجسده على الصليب، والأوجاع اتحمل عنا مجد والملك. اشرق لينا وبجناحاته شفاء، والاوجاع ترحل والضلمه ويطرد روح الداء. شمس البر واشرق لينا وبجناحاته شفاء، والاوجاع ترحل والضلمه ويطرد روح الداء. جال ولا زال يصنع خير، فهو يسوع الخير. يشفي المتسلط عليهم إبليس الشرير، جال ولا زال يصنع خير، فهو يسوع الخير. يشفي المتسلط عليهم إبليس الشرير. يحيي الموتى ويفضل سائر لخلاص الأحياء. الشطاي الرب القادر على كل الأشياء، يحيي الموتى ويفضل سائر لخلاص الأحياء. هللويا هللويا. الرب حاضر في وسطينا، وعندي ايمان ان كل طلبه رفعتيها بايمان في محضره، وكل طلبه رفعتها باخلاص ان الله يستجيب. وان تأنى يستجيب، عندي ايمان انه بيلمس ويرفع. هللويا، مجدا للرب، مجدًا.